يعني المواضيع اللي طرحت بخصوص التمكينات، أنا على سبيل المثال يعني الوالد والعائلة تملك عمارة سكنية في بن عاشور، تم يعني التصرف فيها من قبل النظام السابق في سنة 2005 وتم تخصيصها لأسقاف. أني هذا يدفعني أني مثلا نمشي نقوم بإخراج الساكنين عمارة 12 شقة نخرجهم في الشارع. تمام، أنت كلمت في المجلس أنه يخلي لك المكان. لا ما كلمتهاش، لكن أنا مشيت بكلام، هذه مستندات لم تعرض علنا لأنني نكلمه. احنا مشينا بكلام ان يتمش الترجيع ان عن طريق المحاكم، نصبر سنه سنتين، صبرنا 40 سنه ما نصبروش سنه سنتين او ثلاثه لين تقوم الدوله. انا ما نكون السبب في فوضى داخل مدينه طرابلس، سببها ان مثلا السيد مصطفى المرغني وعائلته اخرجوا سكان من عماره يعني. لكن انا لكن مبرري لو فعلت هذا يعني في حال فعلت الشيء هذا. تمام. يعني انت بناء على ما تشوف فيه من وثائق قدامك تقدر كنت نقدر نديره، وحجتي ان السيد رئيس مجلس متصرف. تمام. قديش في وثيقه استاذ عمر جات للمكتب عندك وانت اللي دققت فيها؟ انا وصلتني 150 وثيقه كلها تجاوزات. كلها تجاوزات ما بين الاداريه والجنائيه. تمام. هذه كلها لفتره من تشكيل المجلس المحلي حتى الان. تمام. هذه التجاوزات لم يفعلها القذافي طيلة 42 سنة. لا هو فعل تفعل تفعل، أنا أقصد من هذه النواحي، ربما النواحي يعني في الفترة المحدودة لا أعتقد أنها وصلت بهذا الحجم. تمام. هل مثلا جلستوا أنتم مجموعة من القانونيين والمحامين ويعني علماء القانون داخل طرابلس بحيث تتخذوا إجراء تطوير أو تحسين من أداء المجلس أو مخاطبة المجلس بارتكابها لأخطاء؟ سيدي نحن سيتم تبني هذا الامر من قبل المنظمه الحقوقيين الليبيين لمخاطبه الجهات ذات العلاقه ومتابعه، وانا ساتابع بصفتي محامي الموضوع في شقه الجنائي لدى مكتب النائب العام ومتابعه التحقيقات التي ستتم بشانه. انا اريد ان اعرج على نقطه ابتدات بها حضرتك للسيد مصطفى المرغني وقلت له الا يعد ذلك افشاء لاسرار وظيفتك. ايضا السيد مصطفى وفق نص الماده 258 اذا ما قصر في التبليغ عن جريمه عالم بها فان القانون يضعه تحت طائله العقاب، وهذه جرائم يتعين عليه ان يتم الابلاغ بها. افشاء سر الوظيفه هذا اذا كانت هذه الامور التي سيتم افشائها تعتمد على السريه بنص قانون العقوبات، اما اذا كانت ليست ذات طابع سري فانها لا تنطوي على هذا. تمام. ووردت ايضا في قانون العقوبات فيما يتعلق بالاطلاع على المراسلات، فيما يتعلق بالعاملين في البريد وشركه البريد، اذا ما اطلعوا على مراسلات او ادوات برق او هواتف هؤلاء يطالهم العقاب. اما ما يتعلق بالسيد مصطفى المرغني فانه مواطن مكلف وهو موظف عام بالابلاغ عن جريمه تقع ينبغي عليه الابلاغ عنها، القانون يعاقبه اذا لم يبلغ واذا ما ابلغ السلطات لتتولى هذا الامر ولا طائل له. تمام. انا عندي وثيقه نبي نسلك عليها. نعم. طبعا هذه ما تبيش تعرضها. لا 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 هذه وثيقه جانبيه. لا خلينا نتكلم عليها. ايه. انا مش في موضوع الوثيقه. هي تخصيص مركبه من تابع القيادات الشعبية الاجتماعية. تمام. لنائب رئيس المجلس يستفيد منها. تمام. أنا سؤالي هنا للسيد عمر. تفضل. أنا سؤالي سيد عمر هو الاستفادة من التكوينات اللي كانت موجودة في نظام القذافي، التكوينات الغريبة اللي كانت خاشة في بعضها، يعني أمانة مؤتمر القيادات الشعبية وغيرها كانت عندها ممتلكات، مكتب الاتصال إلى غير ذلك، الاستفادة منها الآن في تسيير العمل، سيارات، مباني، قرطاسية غير ذلك، أموال ربما مجمدة وموجودة في المصارف، هل ترى هذا أمر قانوني؟ تصرف فيما يتعلق بموجودات شعبية طرابلس السابقة التي الآن حل محلها المجلس المحلي طرابلس فيما يتعلق بمعدات أو آليات أو غيرها لتسيير العمل هذا جائز، أما التصرف في الأموال فهو ينبغي أن يكون وفق ضوابط محددة. تمام. المباني التابعة لشعبية طرابلس. نعم. المباني التابعة لشعبية طرابلس إذا ما وضع المجلس المحلي يده عليها لتسيير الأمور فهي فترة أزمة يمكن له ذلك، ولكنه لا يمكنه تخصيصها للغير ولا التصرف فيها لمواطنين ولا إخراجها من ملكيتها للدولة. لو كان المبنى مثلا هو مخصص لوزارة معينة أو لأمانة سابقة معينة باعتبارنا طرابلس العاصمة، يعني من الطبيعي أن يكون مكتب طرابلس موجود داخل هذه الوزارة أو داخل هذه الأمانة، بالتالي مجلس طرابلس
من حق أنه يستلم هذا المبنى أم من المباني السيادية؟ المباني السيادية التابعة للوزارات والإدارات العامة لا يملك المجلس المحلي طرابلس التعدي عليها ولا المساس بها إطلاقا. القنوات الإذاعية مثل الموجودة داخل طرابلس، قنوات الإذاعية أيضا المجلس الوطني الانتقالي حسب ما أعلم أنه أصدر قرارا بتبعيتها للمجلس الوطني الانتقالي، ومن ثم لا يجوز لرئيس المجلس المحلي تمام. في أي منطقة هذا 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 طبعا مستند بتاريخ 22/11/2011 رقم الإشاري موجود فيه من السيد رئيس مجلس طرابلس بتخصيص أو لتسليم قناة البديل إلى السيد أحمد الترهوني. طبعا نحن للأسف أن نحن حنذكر الأسامي بالتفاصيل بكل شيء. هل يحق لمجلس طرابلس أن يسلم قناة سيادية كانت تابعة لمكتب الاتصال أو لغيرها لشخص معين لتسييرها وإن كان وكيل ثقافة داخل المجلس؟ إذا سمحت لتاريخ المستند لو سمحت 22/11/2011 هذا كان المكتب التنفيذي يعمل، وكان هناك قرار من المجلس الوطني الانتقالي بأن جميع القنوات الإذاعية التابعة للدولة هي من اختصاص المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي، هذا التعدي على هذا الاختصاص. تمام، معلش سيد عمر، يعني من خلال المستندات اللي شفناها ربما هناك تخبط إداري داخل المجلس، ربما يعني حتى وضوح الاختصاصات لتكوين المجالس مش واضحة. هذه إذا كان العاصمة ويحدث فيها هكذا، ما بال بقية المدن داخل ليبيا؟ سيدي عندما تنشي أي مرفق فأنت تحتاج إلى شخصين، إلى شخص مالي وشخص قانون. أما إذا أتيت وعملت وفق هويتك ووفق ما, 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 ما تشاء أنت وفق أغراضك وفهمت القانون بالطريقة التي تناسبك وتجاوزت الأمور المالية المتعارف عليها والقوانين المعمول بها، فأنت تتحمل المسؤولية لأنك ينبغي أن يكون لك كادر قانوني وينبغي أن يكون لك كادر مالي فيما يتعلق بالتصرف في الأموال. تمام. أما التصرف الشخصي بلا هوية وبلا مرجعية هذا يحمل صاحبه التبع القانونية دائما. تمام. هناك بعض القرارات اللي تتخذها بعض المجالس يعني على الأمد البعيد، مثلا التعاقد على شيء معين، شراء أشياء معينة، توريد بعض الآلات أو بعض الأجهزة أو بعض حتى ربما محتاجات نقول المنتزهات والخدمات جهاز البيئة غير ذلك، هل يحق مثل المجلس المحلي أن يتعاقد الآن على أشياء؟ ما يملكه سيد المجلس المحلي هو أن يخاطب الوزارة المختصة لتتولى هذا الأمر، أما هو مجرد تسيير خدمات لا يتعاقد على شيء ولا يشتري شيء ولا يبيع شيء، لأنه أصلا غير منتخب، جسم تكون هكذا لإدارة أزمة، لا يملك شيء، ليست لديه شرعية ولا مشروعية، وما يدار بأن المجلس المحلي مثلا طرابلس تم تأييده من قبل المجلس الانتقالي، هذا أمر غير جائز، ولا يملك حتى المجلس الوطني الانتقالي أن يجيز المجلس المحلي طرابلس، لأننا ينبغي أن تكون هنالك مرجعية وأن تكون هنالك شرعية لهذا الكيان. تمام. هنا في 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 مستند حنعلقه عليه أستاذ عمر الحباسي، يعني تكليف لجنة لإعادة هيكلة وتنظيم المجلس وتحديد مهامه واختصاصاته. طبعا مكونة الغريب أن مكونة رئيسها هو نفس رئيس المجلس المحلي الحالي، هو مكلف نفسه يعني. فهل هذا قانونا جائز؟ يصدر قرار لتكليف نفسه، ربما يرجع إلى الآية التي لا تقول لا تكلف إلا نفسك ولا تكلف إلا نفسك لعله. أما في علم الإدارة أن المدير أو الرئيس إذا ما أصدر قرار فهو يشكل لجنة، هذه اللجنة تكون تابعة نعم لإدارته لكي يحاسبها ولكن لا يكلف نفسه. أنا نسأل السيد رئيس المجلس، من يوم 19/9 ليش ما نفذتش هذا القرار وفعلت الكادر الوظيفي؟ تمام، يعني كانت هذه من يوم من 19/9 قرار بتشكيل لجنة. السيد عبد الرزاق محجر مكلف نفسه برئاسة برئيس لجنة عبد الرزاق. يا سيدي أنا ليس النقطة المهمة اللي نقولها أن الشخص كشخص، والله أنا نحترمه كشخص وشخص يعني بكل أمانة راجل محترم، لكن عيب الشخص عيب كصفة إنه ماهوش إنسان، أنا ما هوش اتهام لكن هذا من واقع عملي معهم، إن شخص ما هوش كفء إداريا. نحن لا نقول كفء ولا غير، يعني إحنا بأمانة نحن نتحدث بكل أمانة نتحدث عن تجاوزات معلش مصطفى لا نتكلم عن أشخاص، إحنا في مشكلة داخل المجلس طرابلس المحلي الرجل المناسب
غير غير موضوع في المكان المناسب. تمام. أنا لا أتحدث عن أشخاص يا سيدي، نرجع للاجتماع. أنا أتحدث عن أخطاء إدارية. أخطاء إدارية سببها عدم الكفاءة يا سيدي، سببها عدم كفاءة رئيس المجلس للأسف. معلش يا مصطفى، أنت ما تقدرش